اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. تحسين بيلبس وجاي حالا. على راحته. حافظ بيه افندم. انا شايفه انه تحسين بيسهر الايام دي كتير برا البيت، ودي مش عادته. ايه الحكايه بالظبط؟ اطمني يا منى هانم. لا يا حافظ بيه، انا حاسه انه في حاجه، ارجوك تكلمني بصراحه. انا كنت هتصل بيك بالتليفون واسالك. وما اتكلمتيش ليه؟ مش عارفه النمره؟ هاخدها من دفتر تحسين واكلمك. انا جاهز. يلا يا حافظ. عن اذنك. باي يا روحي. باي. اهلا وسهلا منى هانم. ارجوك يا حافظ بتقول على كل حاجه وبصراحه. طب استريحي شوي. اتفضلي. لا، امال فين المدام والولاد؟ لقيت مش مناسب ان نتكلم قدامهم في موضوع حساس بالشكل ده. يعني احنا هنا لوحدنا؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. هو في الحقيقه انا موقفي حرج جدا، انت عارفه كويس ان تحسين من اعز اصدقائي، وانت كمان عزيز عليا قوي، ومش موافق على انه يخدعك. انا مش فاهم ازاي تحسيني يبقى قدامه الجمال ده كله ويبص لواحده غيرك. ميرسي يا حافظ بيه. الا قول لي هي اسمها ايه؟ لا، ما هي مش واحده بالذات يعني. يعني اكتر من واحده؟ يعني مغامرات طياري كده. يعني ايه مغامرات طياري كده؟ واحده واحده يا منى هانم، انت مش عايز تعرفي كل حاجه؟ ارجوك تقول. هقول، بس انت مستعجله قوي. انا مش مستعجله ولا حاجه، بس قول بقى. لحظه واحده. احيانا هو بيطلب مني مفتاح الشقه دي. ها هو المدام؟ ما انا مش متجوز. ها؟ يعني بيطلب مني مفتاح الشقه، وانا بكلمته كتير، قلت له يا تحسين عيب اللي انت بتعمله ده، انت متجوز اجمل واحده في الدنيا، انا لو كنت مكانك كنت عبدت منى عباده. ميرسي قوي يا حافظ بيه، لكن بيجيب الستات هنا؟ تصوري. الخاين شكلهم ايه؟ هيكونوا ايه؟ مش معقول يبقوا في جمالك. ميرسي، لكن ما تعرفش بيجيب مين هنا؟ هيجيب مين؟ زبونة من زباين العيادة، واحدة عارفها صدفة. يعني ما تعرفش مين؟ بشرفي، بشرفي هعرف لك اساميهم واحدة واحدة. أرجوك ما تنساش. هاجيلك البيت بنفسي هقول لك على كل حاجة. ميرسي قوي. عن اذنكم اكلم سيادة الوزير، اطمن بقى. اه يا علي. ها، ورحت حضرتك قابلت سيادة الوزير؟ لا طبعا، دي كانت حجة عشان امشي من الحفلة. سيادتك عارف ان احنا بنروح حفلات غصب عننا، ظروف بتفرضها علينا المسؤوليات. وبعد ما خرجت من الحفلة رحت فين؟ انا اسف قوي، رحت مكان ما اقدرش اتكلم عنه. بس نحب نعرف انت كنت فين وقت الحادث. بس دي حياتي الخاصة. مع احترامي الشديد ليك ولحياتك الخاصة، احنا دلوقتي قدام جريمة قتل. ايوه، احنا لازم نعرف انت رحت فين، والا مضطرين نوجه لك تهمة القتل. زي الفل. اتفضل. الو، مساء الخير يا منى هانم. أنا حافظ. البيت بتاع حضرتك دلوقتي قاعد مع ممثلة معروفة.